السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور مزيانه. اليوم جبت لكم جليبات ديال البرد، جليبات مزيونين وفنين وعرفتوا اهم حاجه هما انهم سخيخنين وواعرين بزاف. شوفوا عندهم الفورير هنا والزواق ديال المعلم، جليبه عمليه ديال دائما وبثمن جد مناسب. شوفوا لي هاد الجليبه هذه اللي لبسها مع لي بوط، كتجي كتحبق فينا، كتجي هايده بشويش بحال الاكسسوار على هذا الشكل. هذا فيهم طايات، فيهم الاكس ال ودوبل اكس ال، فيهم بزاف ديال الطايات. حتى هذه اللي لابسه انا وسيسعة شويش عليا هكذا باش نكون مرتاحه اكثر في التصوير ونهضر معكم. ودابا غنوري لكم الشكل الثاني، وشوفوا لي هذا اللون اخر اللي تا هو بالزواق ديال المعلم. شوفوا لي اللوين هذا، هذا فيه القهوي والبيج، وهذا فيه الكحل والبيج. شوفوا لي اللوين ديالها عاوتاني كيفاش النيه. شوفوا لي كميمات، كميمات نقرب لكم اكثر باش تشوفوا اكثر. شوفوا لي ثوب سخيخن، جلابه عمليه ديال دائما وخصوصا في هذا الوقت. انا كتعرفوني كنكون دائما من محبين ديال لون الكحل، لكن هذا اللون هذا حمقني واعر بزاف. عرفتوا لوين مزيون، ما عرفتش واش كيبان لكم مباشره بحال اللي كنشوفو انا، لكن لوين مزيون، الخدمه فيه مزيونه، مخدوم بالزواق ديال المعلم بحال اللي قلت لكم، والثوب سخيخن ومزيون وعملي. وبالنسبه للتوصيل كاين جميع المدن وجميع الدول، مرحبا بكل اي واحد. ودابا جبت لكم هذا الموديل هذا اللي تا هي مخدومه بالدبانه والسفيفه والعقيدات، ومخدوم تا هي عند هذا الفورير هذا اللي هنايا. الثوب مزيون عملي 100%. شوفوا الافتتاحات، وفي نفس الوقت كيجيو اكسسوارين هكذا شويش على حسب لي بوط، كتجي مزيونه بزاف، جلابه عمليه وفي نفس الوقت خفيفه. يعني واخا تسمعوا الثوب سخون لكن خفيفه، يعني لابسه بحال اللي لابسه شي حاجه هايده خفيفه وصافي. كيجيو مزيونين بزاف وفنين، شفتوا. والحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، اللي غيدي ثلاثه ديال الجلابات التوصيل على حسابي. ودابا غنشارك معكم هاد الجليبه اللي صراحه طلعت كتحمق مزيونه. شوفوا فيها الزواق ديال المعلم رقيق، مخدومه هيدا بهاد العوينات هادو، مخدومه حتى هي غير نص طوق، حيتاش الجليبات الشتوى ما خصهمش يكونوا ثقالين عامرين، خصهم يكونوا هيدا عمليين بحال ديما. بالنسبه لهادو حتى هما فيهم طايات اصلا، اللي شاركتهم معكم كاملين فيهم طايات وفيهم اللوينات. يعني اللي غيدخل عندي الواتساب هكذا نقدر نتواصل معاه ونوري له الموديلات وكل شيء اللي كاين. شوفوا لي الكميمه ديالها عاوتاني مخزنيه عند الضفيره من هنايا. مهم جليبه عمليه مليون في المية. شفتوا كيفاش جات مزيونه؟ انا بعدا عجبتني بزاف بزاف، حيتاش حسيت براسي خفيفه بها، والواحد ملي كيحس براسو هيدا خفيف شي جلابه كيعجبو الحال وكيرتاح بزاف اكثر واكثر. هذا النهار هذا انا اللي شاركت معكم هاد الجليبات، صورت لكم عليا حيتاش العريضه ما جاتش مع تبارك الله الدقه ديال الشاد النهار هذا، على داكشي حاولت انني نصورهم غير هيدا انا بيدي وصافي، وقبلوا عليا. ودابا غنشارك معكم هاد الجليبه هادي اللي حتى هي الثوب ديالها سخون، مخدومه بتريسنات ومخدومه بالزواق ديال المعلم. حتى هي جلابه مزيونه، اللوين ديالها مزيون، جا كيحمق في اللبسه مباشره اكثر من الكاميرا. وكاين فيه واحد اللون اخر انا غنوريه لكم دابا، وكاينين بعض الالوان اخرين. بالنسبه لهاد الجليبه هادي اللي لابسه انا ما كيبانش هذا قهوي، كيبان بحال الكحل، لكن هو في الاصل هو قهوي اللوين ديالها، يعني الخديمه مزيونه ومتقونه. وشوفوا لي هذا اللوين هذا عاوتاني كيفاش مزيونه، والخديمه مزيونه وتريسنات رقاقين، شي حاجه فنه. وعاد شوفوا لي الخديمه مدفونه، يعني ماشي خدمه سواقيه من هنا اولا شي حاجه، لا الخديمه مدفونه ومزيونه. المهم جات فنه، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وشوفوا لي هاد اللوين هذا، هادي علاش قيست لكم غير باش نقول لكم بلي شوفوا تبارك الله كيفاش وسيسعه. يعني كاينين عندي حتى الطايات للناس اللي غلاطي، كاين عندي الطايات ديال دوبل اكس اي 3 اكس اي، عندي الطايه ديال اكس ال ال اللي بغيتو كاين. بالحق اللي فيهم مزيون هو، شوفوا واخا جاتني وسيسعه لكن كتجي مزيونه في اللبسه وكتجي مختلفه، يعني بياسه مزيونه.
شوفوا لي هنايا فيها غير الزواقه وسسعه هايده هنايا في الصدر وصافي، يعني ما عملنا لا شي الخدمه هنايا اولا في الاكتفات ولا شي حاجه، من غير السيفه ديالها وهيدا كتجي انيقه ومزيونه وكلاس. ودابا غنوري لكم اللوينات اللي باقي نصورهم لكم هكذا، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. ها انا قيست لكم هذا اللون هذا، شوفوا لي كيفاش جا، كيجي مزيون في اللبسه بالنسبه للكتيفات ديالو واقفين على هذا الشكل هذا، الخديمه مخدومين رقاقين بالعقيدات تريسنا ترقاق هوادين، حتى هذا مزيون. والثوب ديالو انا قلت لكم خفيف، واخا هو ثوب سخون يعني ماشي كتلبس عليك كتحس براسك ثقيله اولا شي حاجه. ودابا غندوزو للموديلات اخرين، بقاو معايا. شوفوا لي هاد الكسيوه هادي اللي على شكل مونطو، هي ما هي مونطو، ما هي كسيوه بحال هيدا، هي كتجي شويش قصيصره تحدى تحدى ليبوط بحال الجليبات اللي شاركت معكم دابا عاد، لكن كتجي الثوب ديالها سخيخن ومزيون، ممكن انكم تربطوها ممكن انكم تخليوها هكذا على هذا الشكل. شوفوا لي الكويو ديالها في هاد لي ديطاي هادو ديال الجويهرات، مهم كسيوه فنه ومزيونه. شوفوا لي هادي عاوتاني كيفاش جات مزيونه، هي من نفس النوعيه ديال الثوب ونفس الخدمه، غير شنو هادي عندها البيرلات هكذا في كميمات، وهادي وما عندها شي هنايا في الكل، لكن اذا بغى شي واحد هيدا شي لعيبه في الكل ممكن اننا نعملوها له. علاش هيدا الخديمه جات هكذا؟ باش كل بياسه كتكون بوحديتها، يعني ما كيكونوش منهم بزاف، فهمتوني على داكشي، ديك اللمسه هكذا مي كتكون اللمسه في البياسه كتجي هكذا مختلفه. شوفوا لي هذه الطايه شويه صغير على اللي قيس قبيله، هذه الطايه نيشان جاتني حاده قده. شوفوا لي هذا الموديل هذا كيفاش جا مزيون، كميمه ديالو كيفاش جاو، شوفوا جا مزيون بالنسبه لهاد الطايه، هذه دوبل اكس ال جاتني وسيسعة شويش، وكاين بحاله لكن هي بجويهرات هيدا بالبيرلات، عاوتا هي جات انيقه مزيونه يعني شي حاجه مختلفه. شوفوا هادي كيفاش جات مزيونه، جات فنه كسيوه مزيونه، تويب ديالها سخيخن عرفتو، جات كتحمق وفيها لي ديطاي مزيون، وعجبني هاد الستايل هذا جا مختلف مره. شوفوا شوفوا لي هاد الكسيوه هادي عاوتاني في الزيتي، جات في الزيتي مخدومه هنايا بالكحل. شوفوا لي هاد الخويط هذا هذا ديالها، هادي بالنسبه للطايه طايه ال، وكاينه الطايه طايه اخرى. وشوفوا لي هاد الكسيوه هادي اللي هي مزيونه في الزيتي، لكن انا عندي الشال هذا هو اللي جيت لابسه بيه على داكشي خليته، جات مزيونه وفنه في اللبسه ديالها، جات مختلفه هكذا. شوفوا لي هذا الموديل هذا عاوتاني اللي جا هيدا على هذا الشكل هذا، بحال كبيبات بحال الكسيويه، مهم بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هيدا داك الحوايج ديال تركيا، كتجي فنه. شوفوا عندها الجياب هيدا على هذا الشكل هذا، مزيونه بزاف وفنه. حسنه اجي باش تصورك، اجي. وشوفوا لي هاد الكسيوه هادي عاوتاني، حسنا حجمانه ياك. شوفوا هاد الكسيوه هادي اللي لابسه حسنا عاوتاني، كتجي على هاد الشكل هذا، الشكل ديالها مزيون الصراحه، جات كفنه شكرا مزيونه، ومن هنايا فيها الكرونه هيدا على هاد الشكل، جات ديال الكاروس، جات فنه مزيونه كسيويه مزيونه، والثوب ديالو مسخيخن يعني يتمشى في هاد الاداء، هو الوقت ديالو صافي. ودابا هنايا نكون ساليت معكم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. السلام عليكم الى فيديو جديد.